رجعنا نتواصل مرة ثانية ووصلنا لفقرة تحليل أخبار الشروق نت أو موقع شروق نت، وفي كل جمعة دائما صباحا بيكون معنا الأستاذ إمام محمد إمام، كاتب صحفي ومحلل سياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أهلا ومرحبا بك أستاذ إمام. أهلا ومرحبا بكم، جمعة طيبة ومباركة لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارج. أهلا وسهلا، بداية بهذا الخبر من خلال موقع شروق ختام قمة سوتشي بمشاركة البرهان. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انعقاد القمة الإفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الإفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزير الخارجية الروسي ووزراء الخارجية بالدول العربية والإفريقية. وقال بوتين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال القمة الروسية الإفريقية يوم الخميس بسوتشي والتي تعقد للمرة الأولى، وشارك فيها السودان بوفد رأسه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن التعاون مع إفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين كل الأطراف. نعم أستاذ إمام، يمكن ختام قمة سوتشي وحضور البرهان لهذه القمة ويعني باعتبار أن إفريقيا ضلع كبير في هذه المهمة، وباعتبار أن السودان قلب إفريقيا النابض، نتكلم عن ختام القمة ووجود البرهان. يعني نعم، بدءا بوجود رئيس مجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في هذه القمة يمثل أمرين مهمين. الأمر الأول انتهاء أو انفضاض التباعد الذي كان يبدو في الأفق بين من يمثل السودان في الخارج، فالآن يبدو ثبت باتفاق المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن يكون رئيس المجلس السيادي هو الممثل الأول للعلاقات الخارجية أو العمل الخارجي، ومن ثم يفوض من يفوضه إن لم يستطع الذهاب بنفسه. هذه أولى. الملحظ الثاني والمهم هو العمل على استدامة العلائق السودانية الروسية، لأن هذه العلائق أهميتها لا تكمن في الجانب المنظور ألا وهو المتعلق بالمصالح المشتركة فيما يتعلق بالاستثمارات سواء كان في المعادن أو غيرها، لأنه الأهم في ديمومة هذه العلاقة الحرص على أن تكون روسيا على علاقة طيبة مع السودان في المحافل الدولية والإقليمية، لأن روسيا ثاني اثنين في مجلس الأمن يفرضوا إرادتهم بما يملكان من حق الفيتو وحق النفوذ على كثير من الدول الأخرى، فلذلك إذا استم أو استمنا روسيا إلى الجانب السوداني هذا أيضا فتح ومكسب كبير. هذا الأمر الثالث، روسيا كانت قد أبدت أنها أحرص ما تكون على تحصين هذه العلاقة من خلال استثمارات في كثير من المجالات، وخصصت مجالين مهمين ألا هو مجال التعدين ومجال اكتشافات النفط، ففي هذا الأمر أيضا نجاح لهذه الزيارة. ومن ثم نغلف الزيارة كلها بالهدف الكبير لهذا اللقاء ألا وهو تمكين العلائق الروسية الأفريقية، والسودان لا بد أن يكون حاضرا وشاهدا وفاعلا في مثل هذه الملتقيات باعتباره البوابة الرئيسة لدخول مثل هذه الدول الكبرى إلى أفريقيا، وقد نجح أيما نجاح في هذا المضمار بإدخال الصين إلى الدول الأفريقية. الآن الصين تتمتع بعلائق واسعة مع كثير من الدول الأفريقية، كان الفتح فيها من السودان.
طيب نعم. على ذكر الاتجاه وانظار العالم تتجه نحو إفريقيا بخيراتها نعم. المختلفة، نذكر من خلال هذه القمة مشاركة 40 من قادة الدول في ميدان العالم، ما يهم السودان الآن في هذه المرحلة إضافة لتمتين العلاقات والعلاقة كما تشير دائما السياسية والاقتصادية في صعيد الاستثمارات؟ ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة للسودان، وما الذي سوف يرجع به البرهان للسودان يعني؟ نعم، بدءا ينبغي أن نعمل جاهدين في توفير مناخ وبيئة فيها قدر من جذب المستثمر أيا كان هذا المستثمر، سواء كان مستثمرا وطنيا أو مستثمرا أجنبيا. مثل هذه الدول استثماراتها تتأنى فيها كثير. أهم ضمان للاستثمار في العالم كله هو الاستقرار، وعندما نقول الاستقرار، الاستقرار بمعنيه الاثنين المهمين ألا وهما الاستقرار الأمني ثم الاستقرار السياسي، وهذا يتكامل مع بعضهما البعض. الأمر الثاني أيضا تكون لنا أولويات في طرح وجذب هذه الاستثمارات، يعني نشوف المصلحة السودانية العليا في هذا الاستثمار. من قبل طرحت فكرة أنه من الضروري في الاستثمارات الكبيرة أن تشرك جهات وطنية حتى تستطيع أن تحافظ على التراك بتاع الاستثمار المعين، لأن المستثمر الأجنبي قد يكون همه الأكبر هو أن يحصل على ريح كبير من استثماره، بينما المستثمر الوطني له هموم أخرى تتعلق بالدائرة الوطنية. على العموم هذه القمة كانت بلاتفورم، يعني كانت مسرحا مهما للبرهان حتى يقدم السودان بعد التغيير الذي حدث فيه، حتى يستطيع أن يجذب المستثمرين، ولكن الأولى ثم الأولى أن يأتي إلى السودان ويعمل جاهدا مع السلطة التنفيذية الممثلة في حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار. هذا الأمر مهم جدا، لأننا كما نعلم الاضطرابات اللي حصلت في السودان جعلت كثير من المستثمرين يترددون أو ينفرون من الاستثمار في السودان في هذا الوقت الراهن. صحيح، ونطالع أيضا من خلال شبكة أشرق وفد الجبهة الثورية يصل الخرطوم. وصل الخرطوم مساء الخميس وفد الجبهة الثورية في إطار جهود عملية السلع، فيما يصل وفد كل من حركة جيش تحرير السودان برئاسة مناوي يوم السبت، وأكد القيادة بالجبهة التوم هجو وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق السلام استكمالا لما حققته أطراف التفاوض في جوبا. وأوضح هجو في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب وصول الوفد أن هذه الزيارات تمكن الجبهة الثورية من تقوية وجودها بالخرطوم لتكون لصيقة بقواعدها وجماهيرها. نعم، تفضل. كلما حدث أستاذ تفاوض. أولا من حيث الخبر، وجود الجبهة الثورية في السودان لم يعد خبرا يندهش له، باعتبار أن الأخ التوم هجو مكث بيننا أشهر عدة، يعني هذا واحد. الأمر الثاني وفود تترى من الحركة الشعبية بمشتقاتها المتعددة إلى السودان، أو من بينها كان حضورا الأخ ياسر عرمان، وهذا إنما يدل أن هنالك بوادر حسن نيات من الحكومة ممثلة في سلطتها السيادية والتنفيذية في العمل على أغلمة هؤلاء الذين غادروا السودان في حركات مسلحة منذ سنين عددة. الأمر الثاني أيضا ينبغي أن يستغل هذا الوجود في التفاهمات وتقريب شقة الخلاف، لأن هؤلاء الذين وفدوا من الحركة الشعبية يمثلون أيضا عناصر مهمة في المفاوضات.
فإذا بذلنا جهدا معهم ليس بالضرورة أن تكون لقاءات رسمية، حتى اللقاءات غير الرسمية تستغل في هذا الاتجاه لتعميم فكرة ننادي بها، ألا وهي أهمية نشر peace culturalization اللي هي ثقافة السلام. يعني ثقافة السلام لا تعني مفاوضات فحسب، كيف نتقبل بعضنا البعض سواء كان من الجانب داخل السودان أو من الحركات المسلحة، يحدث هذا شعبيا قبل أن يكون حكوميا، فتتيسر أمور التفاوض وتمشي إلى منتهاها المرتقب. ونتمنى في نوفمبر التوقيع إن شاء الله. إن شاء الله. عودة 64 ألف أسرة من النازحين لقراهم بغرب دارفور. أعلنت مفوضية العودة الطوعية بولاية غرب دارفور عن عودة 64 ألف أسرة من النازحين إلى 207 قرية، واعتبرت قيادات أهلية وسياسية الخطوة دفعة قوية لمسيرة السلام، وتأكيدا على أن الاستقرار والسلام أضحى حقيقة ماثلة في كل ولايات دارفور. قال رئيس التيار المستقلين الوطنيين الأحرار عثمان إبراهيم الطويل لوكالة السودان للأنباء، الخطوة من شأنها دفع عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح والتي تستضيفها مدينة جوبا تحت رعاية الفريق سلفاكير مياردت رئيس دولة جنوب السودان، فضلا عن أنها تجيء والبلاد تمر بمرحلة انتقالية تستدعي من الجميع تعاضد اللحمة الوطنية وتتناسى مرارات الماضي، ودعا الحكومة المدنية الانتقالية للإسراع في تنمية هذه المناطق. أستاذ إمام، كيف تقرأ هذا الخبر؟ هل هو فعلا إيجابي؟ لا، أقرأ هذا الخبر مؤكد أنه خبر إيجابي، بدليل إحدى المطلوبات لعملية السلام استقرار هؤلاء النازحين وعودة اللاجئين من دول أخرى سواء كانت دول تماس مع السودان أو الدول بعيدة. لكن المهم في هذا الخبر مع هذه التغييرات والفترة الانتقالية استقرار هؤلاء الناس ليكونوا جزءا فاعلا في العملية الانتخابية التي تمثل حقيقة الممثل الشرعي للشعب السوداني. فهؤلاء عندما يكونوا في استقرار يمكن أن تكون كلمتهم المغيبة غير غائبة. حلوة دي مش المغيبة غير غائبة. طيب أستاذ لو كان في إشارة أخرى الآن في عملية التفاوض وتحت الإشراف للوثيقة السياسية التي تم التوقيع عليها، كانت الإشارة الأولى لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق المتأثرة جراء الحروب التي طردت من قبل من قبل النظام البائد، أهمية هذه الخطوة العودة طوعية لهذه المناطق؟ نعم، أولا إحقاقا للحق الرفض واللجاجة التي أبداهما النظام السابق لمسألة المساعدات انسياب المساعدات الإنسانية من بعض الدول المجاورة كان للحلقة المفقودة، ألا وهي عدم الثقة بين الطرفين. إلا أننا الآن نتحدث ليس في جلسات تفاوض وغيره، بل نتحدث أن بعضهم بدأ يأتي إلى السودان، وكما أشرت إليك أن بعضهم استقر قراره بالسودان لعدة أشهر كالأخ التوم هجو. يعني الأخ التوم هجو مكث بيننا أشهر عدة، معناها أن الأمر بالنسبة له كشخص هناك استسباب أمني شخصي، بدليل أنه لم يضايق طوال هذه الفترة التي أمضاها بالسودان. الآن هذه العودة التي نتحدث عنها أو الزيارات التي نتحدث عنها ينبغي أكرر أن تستغل في تفعيل آليات التفاوض غير المباشر. ومن المهم أيضا هذا الاستقرار يلبي أحد أهم مطلوبات الحركات المسلحة، لأنها تتحدث أنها ما قامت بهذا العمل المسلح إلا من أجل هؤلاء الذين شردوا من أماكنهم، من قراهم، من أحيائهم، من كذا ومن كذا. الآن هذه العودة الطوعية الخيارية بالنسبة
للنازح إلى منطقته بعد أن يؤمن في نفسه وأهله وماله ومسكنه إن شاء الله. طيب الخبر الآخر، الاتحاد الأوروبي يعد بالمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية. أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان روبرت فان دوندول يوم الخميس التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، وأنهم يضعون في أولوياتهم تقديم الدعم في مجالات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات في السودان. وأشار رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك خلال لقائه السفير روبرت دول يوم الخميس بموقف الاتحاد الأوروبي الدعم لإنجاح الفترة الانتقالية، وأكد حرص السودان على الانفتاح على العالم الخارجي والعودة للأسرة الدولية، بل للأسرة الدولية بالكامل. ما تتوقعه الحكومة الانتقالية ليس مساعدات الاتحاد الأوروبي للمنظومات غير الحكومية أو منظومات المجتمع المدني، لأن هذا الأمر كان يعني قائما ومعمول به حتى في النظام السابق، لكن الذي تحرص عليه الحكومة أن يكون هنالك برنامج من وعود الاتحاد الأوروبي في إنفاذ بعض التوجهات الاقتصادية في السودان من خلال الاستثمار أو العون المادي لبعض المشاريع التي تقدمها الحكومة السودانية في مقبل الأيام. احنا بنكتفي بهذا القدر من الاخبار على موقع شروق نت. شكرا جزيلا استاذ امام محمد امام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي واستاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا. شكرا جزيلا لك. لكما خالص الشكر والتقدير، ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه.